سبع سنوات مرت على ثورة 11 من فبراير، سبع سنوات مرت على الخروج الكبير على نظام الحكم أو ما عرف لاحقا بمنظومة عفاش. احتويت الثورة عبر ما عرف بالمبادرة الخليجية. الثمن كان مغادرة المخلوع صالح لكرسي الحكم، وبقيت المنظومة تدور على حالها حتى صالح الذي يفترض أنه غادر اللعبة بكرت أحمر من الشعب ظل في وسط اللاعبين عبر رئاسته لحزب المؤتمر، وما هي إلا سنتان حتى عاد لمركز الهجوم بقيادة انقلاب على شرعية الرئيس التوافقي عبد رب منصور هادي. ثبت الانقلابيون مواقعهم في صنعاء وبقية المحافظات، وغادرت الشرعية إلى الرياض التي قادت عاصفة الحزم لإعادة الشرعية حسب الأهداف المعلنة آنذاك. انقلب الحوثيون على شريكهم المخلوع وأردوه قتيلا قبل أن يحولوه للإقامة في ثلاجة إحدى المستشفيات جثة هامدة. تفرق الأتباع من بعده، منهم من شد الرحال إلى الرياض مكان إقامة الشرعية، ومنهم من ذهب إلى عواصم أخرى. بعد ذلك تبين أن هجرة هؤلاء لم تكن إلى الشرعية، وإنما بحثا عن السلطة التي اعتادوا عليها ووعدوا بها من قبل الإمارات شريك السعودية في حرب اليمن. قبل هجرة هؤلاء وأثناءها كان التحالف العربي قد حاد عن أهدافه المعلنة، وبدأ أنه على شقاق مع الشرعية التي استدعته لمحاربة الانقلابيين، وربما أصبحت الشرعية أسيرة لدى التحالف نفسه الذي أخذ يدير اللعبة وفق أطماعه ومصالحه الخاصة في البلد المنكوب. أعيق الحسم، طالت الحرب. اليمن لن تركع لأحد، لم تركع في الماضي ولن تركع اليوم. استلبت المناطق المحررة، أعيق عمل الحكومة، واتضح أن لا سلطة للشرعية في اليمن حتى وإن زعمت غير ذلك. أما التحالف فقد أخذ يعيد ترتيب المنظومة العفاشية خطوة خطوة وقرارا قرار، وكأن الهدف اليوم من حرب التحالف القضاء على ملامح التغيير التي أحدثته ثورة 11 من فبراير في السلطة الحاكمة. ووفق هذه الرؤية المناهضة لآمال اليمنيين، أعيد علي صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للمخلوع صالح، وأول قائد للحرس الجمهوري لقيادة قوات الاحتياط، كما أعيد من قبله الكثير، حتى بات المتابع يقول: لو أن الحوثيين ما قتلوا صالحا ربما لأعيد إلى الحكم مرة أخرى.